السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم كيفية تشغيل برنامج قطع على فور سبيد. أولا ندخل على ملف اللعبة، نضغط على اللعبة هذه، بعدها نضغط على برنامج. طبعا انت بتحصلها في كلمة المكاين، تحصل هذا اسمها، وتضغط على البرنامج، تضغط على لود سيتنج، نضغط على كلمة هداد مرتين، نضغط اللعبة، نكمل، انطر شوي حتى تبدأ اللعبة. عدنا لكم بعد تشغيل اللعبة، ومثل ما تشوفون ركب الدلوب. خلينا نسحب بعضها. ترى مكينة هدد اصلا عبارة عن مكينة ستار، راح اطلنا وزنية. مثل ما تشوفون ركب لها دارج، الله ما شاء الله. وإذا بغيت تبدل المكاين عندك، تضغط مرة ثانية البرنامج، تضغط على هذه لود سيتنج، تضغط فيها، تضغط ممكن تشن مثلا، تضغط وتدخل على شفت بيه، اوكي ها، اوكي ها ممكن تشن. بس طبعا بلد السنة السلام عليكم ورحمة الله.